لذلك العلماء قالوا أكثر ما يحسد عليه الإنسان الدين. أصل الناس بتخيلوا أنه الحسد فقط في الدنيا، عندك أموال، عندك شركات، عندك مؤسسات، عندك ذكاء، فهم، تعليم، كده بيعتبروا أنه الحسد في دي بس. لا، أشد ما يحسد عليه الإنسان الدين. عشان كده ربنا قال فقد آتينا آل إبراهيم الكتابة والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الحسد من سوءه اعتراض على حكم الله وعلى تقدير الله. ربنا بدي ده ويمنع ذاك، يقبض ويبسط ويعطي ويمنع. انت لما تحسد انسان كأنك بتعترض على تقدير المولى جل وعلا، على الزول المعين. الحسد خطير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أقول يحلق الشعر، إنما يحلق الدين. وكثير من البلايا التي تشهدها الأمة اليوم في يقيني سببها الحسد. يحسد إنسان على نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، والحاسد يعمل من العمل ما يفسد على الإنسان نعمته. سبحان الله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتابة والحكمة. آل إبراهيم عليه السلام ربنا أنعم عليهم بالنبوة، ربنا قال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. حسدا من عند أنفسهم. يا أخواننا، الحسد ممكن يوصل الزول إلى الخروج من الملة والكفر بالله جل وعلا. أول ذنب وقع في الكون هو ذنب إبليس لما رفض السجود لآدم. رفض ليه؟ ربنا قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم إلا إبليس لم يكن من الساجدين. إلا إبليس أبى أن يكون من الساجدين. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ليه أبى؟ قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. إبليس ما سجد له، حسد منه لآدم عليه السلام. ربنا ميز آدم، ربنا كرمه، أسجد له الملائكة، خلقه بيده وجعله مع الملائكة. إبليس حسد آدم عليه السلام، فكان بسبب حسده أنه في النار. ربنا سبحانه وتعالى قال فالحق، والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. قال تبارك وتعالى إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. السبب شنو؟ حسد آدم على نعمة الله جل وعلا. بل من المشركين الذين عبدوا الأوثان وعبدوا الأنداد وحاربوا رسول الله وشردوه من بلده وطردوه من بلده عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي. هو هؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سببهم الحسد غالبهم. جاء في تفسير ابن كثير أن أبا جهل لما سئل عن سبب عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما نقل ابن أبي حاتم ونقل ابن إسحاق عن الزهري في تفسير قوله تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نقل ابن كثير الأثر
إنه أبو جهل، عمرو ابن هشام، أبو الحكم المعروف فرعون الأمة، ومعه أبو سفيان ابن حرب أبو حنظلة كان آنذاك مشركا، ومعهم الأخنس ابن شريق. الثلاثة ديل كانوا يتعاهدون بالليل ليسمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. جو اتفاقا كده، ما متفقينهم، لكن وقع لهم اتفاقا، جو سمعوا القرآن بالليل ويسمعوا في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما انقضى القرآن انطلقوا، فجمعت بينهم الطريق، اتلموا في شارع واحد، اتلموا كلهم مع بعض. أي واحد منهم سأل الثاني ما جاء بك، أي واحد كلم، فاتفقوا أن لا يعودوا، قالوا ثاني ما بنجي راجعين، عشان ما شباب قريش يسمعوا بهذا فيغتروا بمحمد، قالوا ثاني ما تجوا، وطبعا كذابين الثلاثة. كويس، فعادوا اليوم البعدي، طبعا أي واحد منهم يتخيل الثاني الاثنين ما بيجوا، جوا راجعين الثلاثة، فاستمعوا إلى القرآن ثم انطلقوا، فجمع بينهم الطريق. أي واحد منهم حذر الثاني، ثاني ما تجوا. من اليوم الثالث اجتمعوا الثلاثة، ثاني جوا كلهم. قال لما أصبح الصباح قال الأخنس بن شريك: فحملت عصايا وذهبت إلى أبي سفيان، قلت يا أبا حنظلة ماذا تقول فيما يقول محمد القرآن اللي بيقرأه محمد ده؟ أنت كلامك فيه شنو؟ دلتي تسمعوا بتستمتعوا بالقرآن ولا الحاصل شنو؟ كده ورونا. قال أعرف منه أشياء وأشياء لا أعرفها. قال فانطلقت إلى أبي سفيان، إلى أبي الحكم عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل. قال فقلت ما تقول فيما يقول محمد أكاذب هو؟ في رواية قال ويحك والله ما كذب محمد قط. يا ناس، ده أبو جهل عارف إنه النبي صلى الله عليه وسلم ما كذب، دينه جبه وحق، لكن أبو جهل كان بيتوقع إنه النبي اللي بشر به حيجي من بني مخزوم، من قبيلته، هو بطن من بطون قريش. كويس، فقال ولكن تنافسنا نحن وبنو هاشم الشرف، فأطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا كنا كفرسي رهان وتجاتينا على الركب. يعني ماشيين كده في المنافسة في الشرف في الدنيا. قالوا، يعني بنو هاشم، قالوا منا نبي وليس منكم نبي. وقال نلقى لهم نبي وين نحن؟ دي ما بنلقاه. قال والله لا نتبعه أبدا. كده بس، يعلم إنه ما كذب، يعلم إنه على الحق، لكن حسدا في نفسه أبى أن يسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده ربنا نزل الآيات وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. استخفافا منهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، قبحهم الله. قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ربنا قال هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون.